السلام عليكم. عنوان المحاضرة Logic Design with MSI Components. مختصر الـ MSI هو Medium Scale Integration. الـ Medium Scale Integration هو عبارة عن IC يتكون من مئات من اللوجيك جيتس. ناخذ أمثلة اللي هي ديكودر، انكودر، مالتيبلكسر، كومبارتر. المثال الأول اللي هو الديكودر. الديكودر عبارة عن لوجيك سيركت يحتوي على مجموعة من الانبوت ومجموعة من الاوتبوت. نلاحظ بهذا المثال 3 × 8 ديكودر، بمعنى الثلاثة هو الانبوت والثمانية هو الاوتبوت مثل ما ماخذين مسبقا. نلاحظ وجود كنترول سيجنال اللي هي الانيبل. حتى يعمل الديكودر لازم الكنترول سيجنال اللي هي تمثل اشارة الانيبل تكون اكتف هاي. يستخدم الديكودر في تطبيقات الـ 7 segment display والديتا مالتيبلكسينج والميموري ادرس ديكودينج. نلاحظ التروث تيبل الموضح بالصورة لديكودر نوعه 3 × 8. الانبوت هو 3 والثمانية هو الاوتبوت. الانبوت يتكون من X, Y, Z ويكون تسلسله من 0 إلى 7 اعتمادا على 1 2 4. هنا بالشكل اللي هو يمثل اللوجيك دايجرام للديكودر 3 × 8، عندنا دي 0 يمثل الاوتبوت ويكون تسلسله من دي 0 الى دي 7. في حالة الانبوت يكون عندنا 3 من الزيرو، الاوتبوت راح يكون الدي 0 فقط فعال اللي هو الواحد، والباقي من دي 1 الى دي 7 راح يكون كله زيروز. في حالة الانبوت 1 نلاحظ الاوتبوت راح يكون فقط الدي 1 اكتف، وباقي الدي 0 والدي 2 الى الدي 7 كله زيرو. نفس الحالة في حالة الانبوت يكون كله عبارة عن 1، الدي 7 راح يكون فعال بهالحالة وباقي الاوتبوت كله زيرو. فهنا اذا نلاحظ باللوجيك دايجرام الانبوت اللي هو اكس واي زد له مسارين. المسار الاول في حالة الاكس يساوي 1 اللي هو الاكتف هاي، وجود هذا اللاين. في حالة الاكس يساوي 0 بمعنى اكس داش وجود بوابة النوت. دائما بوابة النوت مثل ما اخذناها مسبقا فائدتها تعطيني الداش اللي هي قيمة اللوجيك زيرو. نفس الحالة مع الواي، عندنا واي في حالة يساوي 1 والواي يساوي 0 بمعنى واي داش، والزد في حالة يساوي 1 بدون بوابة النوت، وهنا عندنا الزد يساوي زد داش لأنه عندنا الزد يدخل على بوابة النوت. نلاحظ الدي 0 يتفعل في حالة عندي الاكس داش واي داش زد داش، يعني القيمة تصير عبارة عن 0 0 0. الدي 1 يتفعل في حالة الانبوت عندنا يكون عبارة عن اكس داش واي داش زد، اي بمعنى 0 0 1، لانه الصفر الاول هو الاكس داش، الصفر الثاني هو الواي داش، والواحد هو يمثل الزد. اذا نلاحظ الدي 7 راح يتفعل في حالة عندي القيمة تساوي 1 1 1، يعني الاكس 1 والواي 1 والزد 1. لذلك نلاحظ استخدام بوابة AND الانبوت إلها كل عبارة عن قيمة 1 اللي هي اكس واي زد. ممكن أن أكون ديكودر حجمه 4 × 16 من خلال استخدام ديكودر أو ديكودرين حجمهم 3 × 8 باستخدام الكنترول سيجنال اللي هي الانيبل. ألاحظ على الكنترول سيجنال ممكن ربط بوابة النوت
W يمثل الإدخال الرابع للديكودر 4 في 16. الديكودر الأول هو 3 في 8 والديكودر الثاني أيضا 3 في 8. نلاحظ كل من الديكودر الأول والثاني لهم 3 أنبوت اللي هي الـ X, Y, Z وعندهم 8 أوتبوت من الـ D0 إلى الـ D7 والديكودر الثاني من الـ D8 إلى D15. حتى أربط الديكودر الأول مع الثاني أستخدم الـ Control Signal اللي هي الـ Enable للأول وللثاني، أربطهم ببوابة النوت. إذا كان الـ W يساوي 0 فراح يتفعل عندي الديكودر الأول، إذا كان الـ W يساوي 1 يتفعل عندي الديكودر الثاني، لأنه هنا عندنا بوابة النوت فتفعل لي فقط في حالة الـ W يساوي 0. هنا ألاحظ الـ W ما يحتوي على بوابة النوت، لذلك قيمته تساوي 1 ويتفعل الديكودر الثاني. من هذا نستخلص بأنه ممكن أن أكون ديكودر حجمه 4 في 16 من 2 ديكودر اللي حجمهم أصغر 3 في 8 والديكودر الثاني أيضا 3 في 8 حتى أزيد من حجم الديكودر. النوع الآخر من الأمثلة للـ MSI Component هو الإنكودر أو المشفر. المشفر هو أيضا عبارة عن Logic Circuit يحتوي على مجموعة من الانبوت ومجموعة من الاوتبوت، والمشفر راح يولد لي باينري كود اعتمادا على عدد الانبوت. نلاحظ اذا كان عندي الانبوت 8 راح يكون الاوتبوت هو 3، لو كان عندي الانبوت 4 الاوتبوت راح يكون 2، ونفس الحالة لو كان عندي الانبوت 16 الاوتبوت راح يكون عندنا 4. نلاحظ الانكودر يكون عمله عكس عمل الديكودر، حتى الانبوت والاوتبوت إلى يكون معاكسين للديكودر. بالدي زيرو نلاحظ يكون الدي زيرو فقط 1 والباقي كله زيروز، راح يتفعل عندي الاوتبوت يساوي 0 لأنه X, Y, Z هو يمثل الاوتبوت كلها أصفر. في حالة الدي 1 يكون عندي 1 الاوتبوت راح يساوي لنا 1 والباقي كله أصفر بالنسبة للانبوت. في حالة الـ D2 1 بقي كلها زيروز الأوتبوت راح يتفعل عندي هو 2 وهكذا لحد ما أوصل الـ D7 يكون 1 والباقي كله أصفر بالنسبة للانبوت، راح يتفعل عندي الأوتبوت يساوي 7 اللي هو X, Y, Z كلها عبارة عن 1s. معادلات الـ X والـ Y, Z نستخرجها من الـ Truth Table للديكودر. X هو عبارة عن D4 زائد D5 زائد D6 زائد D7. الـ D4 اللي هو هذا الواحد ناخذه مع الـ D5 مع الـ D6 مع الـ D7، هذا يمثل لي الـ X، بينما الـ Y هي عبارة عن D2 مع D3 مع D6 مع D7، أيضا فقط آخذ الواحد. والزد أيضا بنفس الطريقة نأخذ فقط الواحد. نلاحظ هنا هذا الواحد دي يمثل D1 و D3 و D5 و D7، وبالتالي كوننا 3 معادلات للـ Output of Encoder بأخذ الواحد فقط للأوتبوت. البرايوريتي إنكودر يحل مشكلة وجود أكثر من أنبوت أكتيف آت أ تايم، يعني في حالة عندي أكثر من أنبوت، إذا نلاحظ الصورة السابقة وجود فقط أنبوت واحد فعال، يعني هنا عندنا بالصف الأول فقط الدي زيرو هو فعال واللي يساوي لنا 1 والباقي كله أصفر. بالصف الثاني نلاحظ الدي 1 فقط هو فعال والباقي كله إذا أشوفه كله زيروز، وبالصف الثالث فقط الـ D2 يكون 1 والباقي أصفر. لكن إذا صدف عندي أكثر من أنبوت مثلا الـ D0 والـ D1 اثنيناتهم 1، هنا عندنا الـ Output راح يكون عندي undefined في حالة الإنكودر العادي. لكن في حالة استخدام الـ Priority Encoder ممكن أن نحل هاي المشكلة اعتمادا على الـ Priority. نأخذ مثال على الـ Priority Encoder في حالة عندنا 4 input يعني 4 input و 2 output. هنا عندنا الـ 4 input هذا نوع من الـ Priority Encoder
يحتوي على 4 input من دي 0 إلى دي 3 و 2 output اللي هي ال X وال Y فقط. هنا ال V هي هاي مثل ال status تعرض حالة ال output، إذا أكو output يعطيني 1 وإذا ما عندي output يعطيني 0. نلاحظ في حالة عندنا ال D 0 كله 0 مع ال D 1 وال D 2 وال D 3 ال output راح يكون عندي X undefined. لكن في حالة عندي D0 واحد والباقي كله أصفر، الأوتبوت راح يكون عندي 0 0. في حالة D1 واحد والD0 هو X، الX ياخذ احتمالين أما 0 أو 1، بهالحالة راح يظهر الأوتبوت 1 بغض النظر عن D0 سواء كانت 0 أو 1. يعني مثلا ناخذ D0 هنا واحد والD1 واحد، هذا الإنكودر راح يشتغل على البرايورتي الأعلى، يعني ياهو الأعلى دي زيرو لو دي وان، أكيد الدي وان أعلى لذلك راح تظهر عندي النتيجة واحد. في حالة عندي الدي زيرو إكس والدي وان إكس والدي تو واحد، هنا عندنا الأوتبوت راح يظهر 2 وهنا عندنا 0 وهنا 1. وهنا ظهر عندي الأوتبوت 2 على الرغم من إذا كان عندنا الدي زيرو والدي وان صفر صفر أو صفر واحد أو واحد صفر واحد واحد، يعني نمشي على البرايورتي الأعلى اللي هي الأوردر للدي، يعني الاثنين أكبر من واحد. فإذا صار عندي تو إنبوت أكتيف ياخذ الاثنين، الثلاثة هنا أكبر من الاثنين والواحد والصفر، لذلك يظهر الأوتبوت هو ثلاثة.